موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الله سبحانه وتعالى قضى بعدله وحكمته أن يتناوب على الناس مشاعر السعادة والشقاء ومشاعر اللذة والألم ومشاعر الضيق والسعة. هو سبحانه وتعالى داول الأيام بين الناس كما قال عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. والناس لا يزالون يشعرون بالضيق في حياتهم الدنيا ما تعلقوا بها، ويظن أكثرهم أن سعة الدنيا تريحهم، ويظلون متسخطين على ضيق ما بأيديهم من الأموال والمساكن والملابس والمطاعم والمشارب، بل وبعضهم كما ذكر الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. فيشقى الناس شقاء عظيما بسبب تعلق قلوبهم بالدنيا، وينظرون دائما إلى ما تحت أرجلهم وإلى ما حولهم، فيردون الضيق ربما في المساكن وفي المعيشة وفي خلافاتهم مع الناس وفي مكر بعضهم ومؤامرات الآخرين، فيضيق صدر الإنسان. والله عز وجل قد بين في كتابه الذي هو شفاء لما في الصدور كيف تعالج هذه الأمراض، وقد جرى على الأنبياء من الحزن ومن الضيق ومن الغضب ما جعل الله لنا فيهم أسوة، كيف تعالج هذه الأمور؟ قال سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن التسبيح بحمد الله الذي يتضمن شهود تنزيهه عز وجل عن الظلم الذي يظنه أكثر الناس في القدر، بعضهم يتلفظ به وبعضهم لا يتلفظ به، ولكنهم في ضيق مما يجري عليهم لأنهم لم يشهدوا حكمة الله وعدله وفضله ولم يشهدوا إحسانه إليهم، فكذبوا بآلاء الله، والله جعل التكذيب بآلائه ونعمه سببا للضيق والهم والكرب. وأما التسبيح والتنزيه لله عز وجل عن أن يكون ظالما للعباد، أو أن يكون يفعل ما يفعل بغير حكمة، أو أن يكون غير مستجيب لدعوات الداعين، إنه عز وجل قريب مجيب. إنه سبحانه وتعالى أمر عباده فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولكن إجابة الدعاء قد تتأخر لأسباب لمنفعة العبد وأسباب من العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يستعجل،
يقول دعوت فلم يستجب لي. وكذلك من أسباب ذلك من العبد أن يكون يأكل الحرام ويقول من أين الضيق الذي يأتيني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وقد يكون العبد لمصلحته أخر الله إجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من دعوة يدعو بها المؤمن إلا استجاب الله لها، أو صرف عنه من السوء مثلها، أو ادخر له يوم القيامة بمثل أجرها. وقد ورد في الحديث أيضا أن العبد يعطى يوم القيامة من الحسنات ما لم يعمله فيتعجب، فيقال: ألم تدعو بدعوة كذا يوم كذا فلم تر له إجابة؟ فيقول: بلى. فيقول: فهذا إجابة دعوتك. وألم تدعو بدعوة كذا يوم كذا فلم تجد له إجابة؟ فيقول: بلى. فيقال: هذه إجابة دعوتك. حتى يقول العبد: يا ليته لم يكن قد استجاب شيئا. فالعبد يستجاب له، والمؤمن موقن بالإجابة، إما بأن صرف الله عنه من السوء ما لا يحصيه. كم من عثرة قدم، كم من إصابة مرض، كم من حادثة يمكن أن تحدث لك كل يوم عشرات المرات غير أنك سلمت منها. أنت الآن أتيت إلى هنا سالما. كان يمكن أن تصدمك سيارة في الطريق، كان يمكن أن تتعثر قدمك فتقع فتصاب، نسأل الله العافية. كم من إنسان أصبح وقد حل به من المرض ما يعجزه عن الحركة، فاللهم لك الحمد. لذلك يرى المؤمن أن الله يستجيب له ويصرف عنه من السوء ويدخر له يوم القيامة بدعواته، فيذهب عنه الشعور بعدم الاستجابة. وهذا ينافي مقتضى أسماء الله وصفاته، فمن يسبح بحمد ربه يسبحه عن هذا الظن السيء، ظن السوء أن الله عز وجل لا يجيب عبده المؤمن، وظن السوء أن الله قدر المقادير بغير حكم، أو ظن السوء أن ذلك يتم عبثا وبلا غاية محمودة. أو البعض قد ينفي القدر ويقول أن هذا ليس بتدبير، وإنما هو فقط من صنع الناس، وكل هذا من أعظم أسباب الشقاء. فإذا سبح الإنسان متلبسا بحمد الله فهو يحمد الله على كمال نعمه، وهذا يقتضي منه أن يشهد كمال أسماء الله وصفاته سبحانه وبحمده، وأن يشهد حكمته وعدله وإحسانه وفضله ورحمته وعلمه سبحانه وتعالى ما لا نعلم. هو سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، فينزه الله أن يقع في ملكه ما لا يريد. يسبح الله ويحمده على ملكه، على كمال قدرته، على أنه له ملكوت السماوات والأرض، فيحصل له بذلك رضا، يذهب عنه الضيق والحزن الذي يحصل له، سواء كان بمكر الماكرين وكيد الكائدين، أو كان بأن أصاب الإنسان ما آلمه. وكذلك العبد المؤمن يحمد الله عز وجل على نعمه التي يستجلب حمده بلسانه، أن يشهد قلبه تلك النعم، فأتفكر في النعم الكثيرة التي أنعم الله بها عليه دون ما حرمه منها،
دون ما حرمه من أشياء من الدنيا. فكم من نعمة أنت بها متلبس غيرك يتمناها، أنت تسير على قدميك غيرك يتمنى ذلك، أنت تنظر بعينيك غيرك يتمنى ذلك، أنت تسمع بأذنيك أنت تتمنى ذلك، أنت تحرك أجزاء جسمك غيرك يتمنى ذلك، أنت سليم الكلية والقلب والبطن وغير ذلك من أجزاء بدنك، أنت كل بقعة من جسدك، كل سنتيمتر من جسمك فيه نعم لا تحصيها. فهذا يستجلب حمد الله، فسبح بحمد ربك. وهذا الحمد يريح العبد، خصوصا إذا نظر إلى أعظم نعمة أنعم الله بها عليه، وهي نعمة الإسلام والإيمان. وإذا من الله عليه بالإحسان فهو يشهد صغر الدنيا، لأنه يعبد الله كأنه يراه، فيزول عنه التعلق بها، يزول عنه التعلق بالدنيا فتصغر في قلبه، فيذهب الضيق من قلبه الذي يحصل بسببها. سبحان الله، ما أعظم هذا العلاج! ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. السجود من أعظم أسباب راحة النفس، ومن أعظم أسباب الارتفاع عن الدنيا فتصغر. أليس قد قال الله عز وجل واسجد واقترب؟ أليس قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ فأكثر من الدعاء في السجود، فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجاب لكم. والسجود لله عز وجل من أعظم ما يستعان به على مواجهة المصاعب. فهذا قول الملائكة لمريم تمهيدا لها قبل البشارة بميلاد المسيح، منها من غير أب وعليه الصلاة والسلام. وهذا يقتضي تهمتها، قال الله عز وجل وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالصلاة تفريج للقلوب، لأن السجود إنما يشرع في الصلاة في المقام الأول، كما يشرع عند تجدد نعمة سجود الشكر، كما يشرع في سجود التلاوة، ولا يشرع منفردا، وأكثر ذلك في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وهذا يقتضي أن يكون العبد دائما كثير السجود، فيزول عنه الغم والهم، وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أن يكون الإنسان له هدف في الحياة، عبادة الله عز وجل بأنواع العبودية، بالعبادة المباشرة وأعظمها الصلاة التي فيها من أنواع الإعانة من الله عز وجل، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. تأمل، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن تذكر الإنسان أن الموت آت لا محالة، وأن الموت يعقبه لقاء الله عز وجل، وذلك يقتضي فرحا للمؤمن وقصرا في حياته الدنيا في قلبه وعينه. يرى أن قصر الحياة أمر بديهي يقيني طالما تذكر الموت، فعند ذلك يعلم أن الحياة بلذتها وألمها
إلى زوال، فيهون عليه ما به من شقاء أو ما به من ألم أو ما به من ضيق، فيشعر بسعادة لأنه قريبا يلقى الله وهو يرجو لقاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. إن رجاء الله رجاء النظر إلى وجهه، رجاء القرب منه، رجاء الفوز برضوانه وجنته، من أعظم أنواع النعيم الدنيوي التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. بعدله وحكمته أن الفرح والسرور في الرضا واليقين، وأن الشقاء في السخط والشك، والناس يصيبهم أنواع البلايا والله هي أهون من ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن قبلهم من المؤمنين أضعافا مضاعفة. فلذلك قد كان قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكوا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وينشر بالمناشير فما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن من أعظم أسباب اليقين الذي فيه الفرح والسرور أن ينظر الإنسان في ملكوت السماوات والأرض، كما قال عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله. تعالى الله عما يشركون، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله. تعالى الله عما يشركون. إن التأمل في كل آية من هذه الآيات يظهر للعبد ربوبية الله وألوهيته لا يستحق الألوهية سواه، وإن الشرك من أعظم أسباب الضيق، وإن التوحيد والإيمان من أعظم أسباب السعادة وانشراح الصدر مهما كان الإنسان في ضيق. إن التأمل في آيات الله في السماوات وفي الأرض وفي الأنفس من أعظم أسباب اليقين الذي تكون معه السعادة والراحة مهما كان الإنسان يعيش في مكان ضيق أو ضاق عليه رزقه. إن في خلق قال عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.
ربنا إننا سمعنا منادي أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب، إلى آخر السورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل نظر في السماء وقرأ العشر الآيات من آخر سورة عمران، فكان ذلك من أعظم أسباب اليقين في القلوب وذلك من أعظم أسباب السعادة. إن الشك والشرك والكفر وكل ما يخالف الفطرة هو من أسباب الشقاء، ومهما حصل الإنسان من سعة في دنياه ومن لذات يجدها من مال أو ملك أو نساء أو غير ذلك من أنواع اللذات من المطاعم والمشارب والملابس التي يقتتل الناس عليها ويسفكون الدماء من أجلها وهم يشترون الشقاء والتعاسة، ووالله إن الإنسان لا تعود على أي شيء من ذلك حتى يمله، الجنة فقط هي التي لا تمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أما الإنسان فمهما أكل من طعام عدة وجبات مل منه، ولو كان أفخر اللحم ولو لحم الطير وأنواع الطعام المختلفة، وكذلك المسكن الذي يسكنه تعود عليه ولو كان قصرا يمل. لذا تجد العجب، تجد الناس يبنون ما لا يسكنون، يشترون هنا ويشترون هناك، ويكون للواحد منهم عشر مساكن. لماذا؟ ألا يكفيك ما تسكن فيه؟ ولكن يمل الإنسان، يريد أن يغير جوا كما يقولون. تغيير الجو أصبح قضية أساسية في حياة الناس، مع أن المؤمن يكفيه ما هو فيه مع كونه يغير على قلبه مشاهد الإيمان، يتنوع في ذلك فينظر في البر والبحر وينظر إلى آثار أسماء الله وصفاته وينظر في أحوال النبيين وقلوبهم العظيمة التي هي كل منها مدرسة يتعلم فيها الإيمان، ومواقفهم العجيبة في اليقين، في الثقة بالله، في التوكل عليه، في التضحية من أجله، في الإسلام لأمره، في الثبات على طاعته. كل نبي من الأنبياء خص الله علينا قصته وذكر لنا من أحوالهم وصلاحهم وصبرهم، نتعلم منه أحوال الإيمان التي نسعد بها. لذلك المؤمن حاجته إلى ربه عز وجل أعظم حاجة، ونعيمه بقربه من الله أعظم نعيم. لا نعني أننا نحرم أن يذهب الناس إلى أنواع من المباحات، فإن في ديننا فسحة، ولكن ذلك في الحقيقة ليس هو الذي يسعد قلب الإنسان. لا يسعد قلب الإنسان إلا اليقين، وإلا العبادة، وإلا أن يشهد نعم الله عز وجل وكمال أسمائه وصفاته، فيحمد الله ويسبحه ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين أي الموت. وإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. إن الدنيا قد آذنت بانقضاء وولت مسرعة، لم يبق منها بالنسبة إلى ما مضى إلا كقطرة في الإناء الذي يشرب منه الإنسان، يحتاج إلى أن يقلب الكوب لكي يشرب آخر قطرة.
وإن الله سبحانه وتعالى مستخلفكم في هذه الدنيا لينظر كيف تعملون، ولم يبق من الدنيا إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون عنها إلى دار لا انتقال عنها، لا انتقال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. هذه خطبة عتبة بن غزوان. قال: وقد أخبرنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فلا يبلغ قعرها، فيهوي فيها 70 خريفا لا يبلغ لها قعرا، وإن قد أخبرنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة 40 عاما أو 70 عاما، ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اليقين والرضا، وأن يذهب عنا السخط والشك، وأن يذهب عنا الشرك والكفر.